نرحب بالنقيب هارون أبو إبراهيم القائد العسكري بفوج 111 للحديث عن آخر التطورات العسكرية في ريف حماة خاص لشبكة بلدي الإعلامية. أهلا وسهلا أخي النقيب. ما هي مجريات المعارك في ريف حماة بشكل عام وبشكل خاص التي تعملون بها في ريف حماة؟ بداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الوضع في ريف حماة بشكل عام، جيش الفتح حاليا عم يخوض معارك ضد المرتزقة الإيرانيين بالذات في منطقة سهل الغاب ومنطقة جورين، وكبد العدو الإيراني هناك خسائر كبيرة من المرتزقة الإيرانيين بالذات. الجيش النصر حاليا عم يعمل على منطقة الجبين والحماميات وتلملح. من فترة ما ليست بعيدة حرر الجبين، ولكن استطاع العدو الإيراني من إعادة السيطرة على القطعة من الأرض التي تم تحريرها. فوج 111 نحن من ضمن جيش النصر، حررنا الجبين معه وتشددنا 3 عناصر. بعد ما كبدنا العدو الإيراني تقريبا عندنا هويات 7 عناصر إيرانيين بطسوا بالحاجز. الفوج 111 كمان ضمن جيش النصر قام باستهداف منطقة السخيبية ومنطقة الضيع النصيرية بصواريخ الجراد من فترة ليست بعيدة، طبعا ضمن جيش النصر، وحاليا هو مرابط على الجبين ومرابط على تلملح ومرابط على اتجاه نوري ومرابط باتجاه معارك البيت. أخي، أنت تتحدث عن تشكيل غرفة عمليات جيش نصر، منذ أكثر من شهر تم تشكيل هذه الغرفة، ما هي الأعمال التي حققتها من خلال تحرير الحواجز أو بالأخص لماذا توقفت المعركة؟ يعني شهر لم تحقق تحرير أي حاجز هذه الغرفة. يا أخي ما توقفت المعارك، المعارك مستمرة، ولكن ريف حماة بشكل عام له أهمية أو خصوصية غير بقية المحافظات كلها. السبب أنه ريف حماة مزروع زراعة بألغام الميم ألف والميم دال الروسية الصنع بالذات، يعني سلاح روسي حول الحواجز ألغام كثيفة، وعندنا قلة بعناصر الهندسي المختصين بنزع الألغام في المنطقة هاي. جيش النصر حرر الجبين من فترة قلت لك، ولكن النظام رجع واستعاده. جيش النصر يعني ما توقف خالص، معارك مستمرة يوميا، تسمع دك مواقع العدو بقذائف مدفع جهنم، قذائف 120 160، صواريخ الجراد يوميا، ما في يوم الا في صواريخ الجراد باتجاه مطار حماة باتجاه المناطق اللي عم تشكل رعب للمدنيين في ريف حماة. هل غرفة جيش النصر على تعاون مع جيش الفتح في سهل الغاب؟ هلا بالنسبة للتعاون جيش الفتح وجيش النصر، جيش النصر على تعاون مع كافة الفصائل التي تقاتل العدو الأسدي والإيراني، مو جيش فتح ولا أي فصيل عم يقاتل العدو الأسدي والإيراني في تعاون متنسق بينه، غير هيك لا يوجد تعاون مع أي فصيل آخر. وهل تهدف هذه الغرفة إلى تحرير حماة أم هي ضربات مبررة فقط لتحرير بعض الحواجز والانسحاب؟ هلق الغرفة هاي شكلت نصرة للزبدان ونصرة لأخواتنا في جيش الفتح بالتوازي مع جيش الفتح لتحرير كافة التراب السوري، ليس خاصة في ريف حماة وليس خاصة بمنطقة معينة، ولكن أولوياتنا هلا مطار حماة ومدينة حماة. طيب ما هي استراتيجية جيش النصر القادم؟ مثل ما حكيت لك، جيش النصر الفترة القادمة في عنا معارك باتجاه الريف الشمالي والغربي باتجاه مدينة طيبة الإمام ومطار حماة. ما هي توقعاتكم ما بعد سهل الغاب، الساحل أم حماة المدينة؟ الساحل أو المطار، لا أي منطقة قدامنا تواجد أكيد راح يكون في تحرير للأرض شبر شبر، من ثم توجه باتجاه العاصمة. شكرا أخي نقيب أبو إبراهيم، كنت معنا في لقاء خاص شبكة بلدي. أهلا وسهلا، شرفتك.